بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على التهاب الحنجرة وعلاجها. يعني علاج التهاب الحنجرة فهو موجود عندنا ومعروف، اللي هو نبات ديال المرد أو المريوت، ويسمى الفارسيون، ويسمى إذن ب يعني فارسيون القلب وحشيشة الكلب. هاد النبات هذا كتاخذ واحد ملعقة كبيرة من الأوراق المقطوعة، وكتضيف في واحد كوب ديال الماء غليان، كتطلق واحد مدة ربع ساعة، كتصفي داك الماء ديالو، كتحليه بالعسل، كتشرب كاس الصباح وكاس في العشية. المريوت فيه بزاف الفوائد، كاين اللي كيستعمل الزيت نقيع الأوراق يعني مقطوعة مبشورة، كتنقح في زيت العود، وكتشرب بالنسبة لصحاب الروبو والسعال والسل. التهاب الحنجرة غتستعمل هاد القضية اللي قلت لك ديال الماء غليان مع أوراق ديال هاد النبتة هادي، فهي ممتازة لهذا العلاج هذا، ومن الوصفات المجربة والمصافات الشعبية. هذا كل شيء عن التهاب الحنجرة، والسلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.